أعتقد أن هذا أنسب قرار اتخذته بحياتي. قاعد أدور راحتي، أبي أكون سعيد. يعني لو السعادة والراحة ينشرون بفلوس كان دفعت من وراي دوني عشان أشتريهم. إي بس أنا خايفة، أنا ما أبي أكون سبب انفصالك أو أن أهدم بيتك. بالعكس، أنت الشيء اللي حسسني أن الدنيا للحين فيها أشياء حلوة. حرام أضيع وقتي مع واحدة أنا مو متفق وياها، هم حرام أضيع من إيدي واحدة قلبي حاس أنه لازم يظل معاها طول عمره. تصدق ودي أكون بالنسبة لك كل شيء، بس شنو؟ هاجر أنا قاعد أحمد الله أنه حطك بطريقي. أنا وايد مستانسة معك و قاعد أعيش شيء وايد حلو، بس خايفة، خايفة أكون جيت حق الشخص الغلط بالوقت الغلط. أنا الشخص الغلط؟ داري أنت تدري أنا ما أقصد، أنت تدري أن أنا اللي أقصد أن أنت، يعني أنا ما جيت بحياتك إلا بعد ما أنت متزوج ومكون لك بيت وأسرة، ما يصير أهدم بيتك. داري طالعني، لا تزعل علي. لا ماكو شيء عادي، ما زعلت. انا اسفه. لا تعتذرين، عشان مو عجبتك الكيكه؟ لا نار، بس هذا وايد حار. حلوه. عيونك الحلوة. ألو ألو، وينك؟ توني كنت بالديوانية عند الربع. كل هذا التعشى مع ربعك؟ ها زين، لا تزعلين عاد. زين أحبك. زين خلاص. زين قولي. شنو أقول؟ أحبك. خلاص لما سكر تليفون أدز لك مسج. لا كذي أنا ما بيها. خلاص خلاص زعلت. زين ليش؟ كيفي. زين خلاص لا تزعل، قولي أحبك. أحبك. ألو بيبي، على فكرة أمي قاعد تقول إن أنت صايرة تحملين بيتك وايد تطلعين. عادي، نزيد قاعدة البيت عاد. ما تدري يمكن هي تبيك تهتمين ببنتك أكثر. شو اهتم فيها؟ بنتي الحين رايحة مع خالها موديها كتزانية. يا عادي، يا ربي ما أحب أقعد في البيت، ما أنا ضيقة خلق أجاب الأربع أطواف. والله يا دهم رغبتني وانا قاعده عندها مرغبتني وانا قاعده بشقتي، خالتك ما شاء ما سوتها والله. صح صح. زين تقول الفيلم حلو؟ شنو؟ ما اسمع. تقول الفيلم حلو؟ دام انت منقيته الله يستر. حبيبتي تحلمين، هذا ذوقي صعب. بدون رومان الحين اقول لك اذا الفيلم مو رومانسي راح انام. قاعدين نهايته يا عاد انت الحين طايحه لحب وغرام ورومانسيه. نعم، مش قصدك؟ ما قصدي شيء. علق براويز بصالتي. شنو؟ براويز ملوت الصور، علقهم صالة شقتي ولا لا؟ حبيبتي يا اختي، حبيبتي شفيت فيك شيء مريضة؟ اكو شيء وايد يشينكم، الواحد ما يسولف معاكم. قوم خلنا نشتغل. انه شكو والله ملاحقة.